اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. بعد ما هدي شوي هدي شوي لا انت وين بقى موبايل؟ كان معك موبايل؟ انا كان معي هلا. عم تقول لي هي احكي لي مع عمار، انت اعطيتها الموبايل الا قلت لها خي احكي معها بين معنا فيني عم تجيبها غلط. اعطيتها لمين استاذ؟ بالله انسى اخا هي اللي اخذته. انا بحكي ضمير ما تقلل ذوق. هي الشنطه ايه ما بعرف اذا بس بنشوف الشنطه ما فيها شيء بالجيابة. هدي شوي. الشرطه مين جابه؟ انا جبته لانه هي سرقه. نحن بس يصير سرقه هي عنا بمعنى. لا لا قليل الادب كثير هذا الشاب، ما تقلل معه ادب. عيب انا استاذ عيب 20 زلمه عيب. انت الغلط بيغلط عيب 20 زلمه. مين مدير المحل؟ انا مدير المحل. انت مدير المحل كمان؟ ما انا مدير محلك الهوا. عيب يا استاذ عيب. عم تضرب باسم المحل وعم تضرب باسم الانسه. اعتذر منها. شو بدي اقول اذا هي سرقتني بدي هذا يعني بلكي سرقتي شيء قطعه سرقتي شيء قطعه. انت عن جد مجنون وما في ولا فيوز براسك. شوفني شوفني انت واحد قليل ادب بعد عن اغراضي ما بدك ايدك علي. لا اخي روق شوي روق وبس نشوف هي سرقت والله بقى انا سرقت. لك خلص بقى لا بدي اعمل عن جد بس دقيقة. بس اقول لك شغله مو فتشت انت الشنطه؟ ايه بجوز لابسه هذا قرب عليه. لك ايه برا وايه رو. لك بعد لك اخي ليك خلاص بعد خلاص بقى شنطه ما فيها شيء. لا 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 هي سرقه. مرحبا 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 مرحبا. انا اسف جدا عن جد انا بعتذر مو مشان الموبايل لانه انا كنت عم صور الكاميرا اختي وعمار مشترك وحسام مشترك والصبايا مشتركين هي الكاميرا هي. لا لا احنا بس عن جد طلعتوني سيئة. بس ممكن تطلعي الموبايل؟ لا يلا بس نرحب على الكاميرا. نرحب على الكاميرا.